السعودية تبعد غير الملقحين من الفضاءات العامة. بدأت السعودية اليوم الأحد حظر دخول غير الملقحين ضد فيروس كورونا إلى الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة، فيما تشدد المملكة الخناق على المترددين في تلقي اللقاحات المضادة للكوفيد بالتزامن مع فتح أراضيها أمام السياح الملقحين بالكامل. وكانت المملكة أعلنت في ماي الماضي أن التلقيح سيكون إلزاميا اعتبارا من غشت لدخول الإدارة العامة والمؤسسات الخاصة بما في ذلك المؤسسات التعليمية وأماكن الترفيه، فضلا عن النقل العمومي. كما قررت أن الموظفين الملقحين في القطاعين الخاص والعام فقط يمكنهم العودة إلى مكاتبهم.